كملت 21 ساعة، باقي 3 ساعات. انت كده صورت الخياس هذا؟ يلا مشينا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع صراحة كذا تخش اليوتيوب كيف كل مكان منتشر، اللي هو موضوع تحدي 24 ساعة. 24 ساعة في السيارة، 24 ساعة في المول، 24 ساعة فوق السطح، بغيت اموت وانا نازل من تحت. فزبدنا موضوع 24 ساعة منتشر في كل مكان، والاهم من ذلك ان ادري ان خدي قريب من الكاميرا لكن ما الجدار اصقع في الجدار. المهم اني قاعد كذا في امان الله خشيت الترند حق اليوتيوب، تحدي 24 ساعة في كل مكان، عرفت؟ والله ولقى واحد كذا كاتب تحدي 24 ساعة في السيارة، شوفوا وش صار. انا دخلت ابي اشوف وش صار. في البداية الرجال بياخذ الاشياء الضرورية معاه اللي بيعيش عليها في السيارة، فعلشان كذا اخذ الحب حب، ما اخذ اي شيء ينو كل ثاني غيره. خش الرجال السيارة، نزل اللابتوب، فتح اليوتيوب، دخل قناتي وجلس يتفرج، بعدين نام. فجأة وهو نايم هذا اللي صار. توني قايم اتوقع وجهي مو باضح. لا اله الا الله. 16 ساعة يا اخوان وهو نايم، والكاميرا تملك بطارية سيارة. لو والله لو كانت بطارية سيارة طفت. السيارة شغال لمدة 16 ساعة، المكيف لمدة 16 ساعة شغال لنشر الهواء. انا ما اقول لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي اذا كنت بتسوي التحدي هذا، انا والله ما استقصد اي شخص، لكن انت اذا جيت تسوي اي تحدي في الحياة حاول انك يعني تطلع التحدي هذا بافضل صورة. زي تحدي 24 ساعة اكيد، والمنطق انك ما راح تنزل مقطع مدة 24 ساعة عشان الناس تصدق انك قعدت في هذا المكان او سويت هذه الشغلة في 24 ساعة. قصص بالشكل المعقول، يعني كل ساعة تاخذ لك لقطة، كل ساعة اخذ لك لقطة. لا جد هذا الشيء يا اخي تحسس المتابع انه ما عنده عقل. اوكي حتى لو كانوا اللي يتابعونك اطفال، حتى لو كانوا اللي يتابعونك اطفال او انهم يعني صغار بالسن عندهم عقول، تعدوا مرحلة انه يعني الشيء هذا يمشي عليهم. يجي واحد مثلا يخش مسبح، السلام عليكم اليوم عندي تحدي 24 ساعة، ويسبح واحد اثنين كت الفجر. تعبت يا اخي ما قدر، الى هنا وصلنا نهاية المقطع. المتابع هنا لما يجي يشوف متوقع انه اوف قاعد 20 ساعة يخرب بيته يا شيخ. عموما زي ما قريتم بالعنوان، اليوم راح اسوي تحدي 24 ساعة في المطبخ. كل الناس اللي يسوي تحدي 24 ساعة مو احسن مني، لا اليوم راح اثبت لكم كيف راح اقعد 24 ساعة بالمطبخ. السلام عليكم، معكم عبد الله، واليوم راح اسوي تحدي 24 ساعة بالمطبخ. فخلنا نبدا على طول ومشينا. بسم الله، نجيب الشنطة اللي راح نحط فيها الاغراض عشان نسوي 24 ساعة في المطبخ. اول شيء نجيب الشاحن، بسم الله الرحمن الرحيم، واللابتوب طبعا مستحيل نقعد 24 ساعة بدون لابتوب، ومستحيل نجلس بدون اوكي كذا تمام. ونجيب معنا طبعا اكل عشان تعرفون نقعد يوم كامل. يلا مشينا. لحظة نسيت شيء مهم، تعرفون بعد أنا لازم تنام، يعني ما راح تقدر 24 ساعة بدون نوم. التحدي 24 ساعة بالمطبخ. أوكي شباب كذا صرنا جاهزين نبدأ التحدي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا المطبخ، وزي ما تشوفون الحين الساعة 8 الصباح. الحين الساعة 8، لازم أقدر الساعة 8 على خير إن شاء الله. إذا كان الستاند حقك قصير أبعلمك طريقة تسويها. تكون عندك طاولة وتجيب الكرسي وتحطه فوق الطاولة، تاخذ الستاند وتثبته، وبكذا قدرت تحل المشكلة. شوفوا أنا بروح الغرفة بس بأجيب شيء وبجي، يا رب أرجع وما ألقاكم طايحين. الحمد لله. خلوني أغير الزاوية بس حق التصوير. طيب اول شيء راح اسويه راح اتك على الجوال الين ما ازهق، بعدين اشوف وش راح اسوي. ما ادري انا صراحه ما عندي فكره، بس لازم تعمل شيء يعجبك ولا تكفي. طبعا
طبعا زي ما شفتوا شباب جلست 16 ساعة على الجوال، الحمد لله شاحن ما طفى وما خلص، والحين خلونا ندور فعالية ثانية لين نخلص التحدي. طيب يا شباب الحين جاء وقت النوم، لازم انام، تعرفون ما اقدر اقعد اكثر من كذا. طيب الحين جاء وقت النوم لازم انام، نشوفكم بكره. اوكي تمام، بتصور. اوكي تصور، اجل بنام. زي ما تشوفون هنا يا اخوان الصباح وانا للحين نايم، ما قمت ما رحت مكان ثاني للحين مكاني. بعدين شباب انا طالع في مشكله جالس اواجهها. اول شيء لا تنسون تراني نايمه، هذا المفتاح اللي اخش واطلع منه، وقبل يومين للاسف ضاع مني ودفعت غرامه عشان اطلع واحد ثاني في ماركت قريب من السكن، رايح اشوف اذا كان عنده حبل او اي شيء اقدر اعلق فيه هذا المفتاح، فقلت اخذكم وياي، يعني شفت ان ما عندكم شغل قلنا نمشي جميعا. مرات الواحد ما يدري وش يقول، يعني اطلع من البيت اجي ماشي بدل المطر اوصل القى مقفل، لكن يلا مو مشكله ان شاء الله. اوه صار الليل، المفروض اقوم من النوم. عجل 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 صباح مساء الخير، توني نايم من النوم. كم صار لي نايم؟ اوف كملت 21 ساعة، باقي 3 ساعات. ابغاكم تنزلون تفجرون ام المقطع لايكات لاني مرة تعبت 24 ساعة. اصور الدق ليه؟ انا بالشيخ سم. وش فيك شيخ؟ جالس اصور في نص التصوير داك. ايه مالك قاعد اصور تحدي 24 ساعة في المطبخ. صل على النبي يا شيخ، والله لك سويت كذا. ايش؟ سويت كذا، صورت الخياس هذا يا شيخ. مو ما اتفقنا كذا. بالله عليك قعدت 24 ساعة في المطبخ، كان يوم متعب. ما قدرت اكمل التحدي، تخيل قعدت 16 ساعة على الجوال. 16 مرة في الجوال؟ ما ان شاء الله. شوف يعني هو الموضوع يختلف. الحمد لله قدرنا نسوي التحدي هذا، ما اتوقع في اي يوتيوبر سوى التحدي هذا من اول. بس قبل ما انهي المقطع وتنزل الكومنتات وتكتب اي شيء، خلوني اقول لكم شغلة. اوكي انا ما اقصد بهذا المقطع اي اساءة او اي استقصاد لاي شخص من الاشخاص، ما ابغاكم تنزلون الكومنتات تحت وتكتبون تقصد فلان، صدقني تقصد هذا الشخص، انا ما اقصد اي بني ادمي. كل الغرض من هذا الفيديو انك تستمتع. معلومة على الطاير، ما ادري وش تبي، ما ادري ليش بتخش، لكن اليوم هو يوم 32 لي في بريطانيا. ابغاكم تتوقعون بالكومنتات بعد كم يوم راح ارجع السعودية، وصاحب الكومنت الصحيح راح اثبت الكومنت حقه. والله يا تعبكم فعاليات. عموما اذا عجبك المقطع انزل تحت وضغط زر اللايك، واذا كنت تشوف هذا المقطع مو مشترك حبيبي قل لي وش تسوي، انزل واضغط زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. الى هنا وصلنا النهايه، هذا كان كل شيء، اشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد، ويلا سلام. Nigga go crazy on yappers, run with them choppers, cooking up beef with that china. I'm a young nigga who solid, max on that shotta, duck TG that's on my mama, show me a check or show me respect, either way you go I'm coming for next.